حياكم الله مشاهدينا الكرام، وطابت أوقاتكم في هذه التغطية من بلدة حوار إلى الجنوب من مدينة نابلس. نفتح هذه النافذة على الاعتداءات المتواصلة بحق أهالي بلدة حوار منذ 4 أيام وحتى يومنا هذا، على إثر العملية التي وقعت هنا في بلدة حوار وأدت لإصابة 3 جنود من جيش الاحتلال. الاحتلال أغلق البلدة، اعتداءات متواصلة حتى الساعة، والاعتداءات تتواصل بحق أهالي بلدة حوارة. في الأمس وكما تشاهدون في الأسفل في الخلف منا حرق لعدد من المركبات الفلسطينية، هذا الونش الذي قام المستوطنون أمس بإحراقه بشكل متعمد وبحماية من جيش الاحتلال. كما تشاهدون أثار الدمار كبيرة وخراب كبير في هذا الونش، وأيضا هناك عدد من السيارات التي قام المستوطنون بإشعال النار فيها بحماية مشددة من جيش الاحتلال. نتحدث مع الأستاذ نواف عودة وهو أحد شهود العيان على هذه الجريمة. بداية أستاذ نواف، ما الذي جرى أمس؟ اللي جرى أمس، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، امبارح من الساعة 3 تقريبا من بعد العصر مباشرة دخلوا مش أكثر من 20 إلى 30 مستوطن بحماية مركزة من جيش الدفاع الإسرائيلي كتفا على كتف. هم اللي كانوا يسهلوا لهم كل المناطق اللي بلزم الحرق التكسير. انا بيتي مش بعيد، انا بيتي هيو هان، هذا هو هاي بيتي، انا من فوق شفت لما دخلوا برفقة الجيش 3 مستوطنين اولاد لا يتجاوز اعمارهم 17 سنة برفقة الجيش، دخلوا وزتوا كسروا شغلة وزتوا فيها مادة شغلها سريعة الاشتعال. فنزلت انا واولادي دشرنا الفطور لانه كان بالضبط يقول الله اكبر، شفنا ايش مدخن، انزلنا بما فيهم تم الاعتداء على واحد من ابنائي اسمه صقر وضربوه الجيش. ليش؟ لانه حاولنا نطفئه قبل ما يشتعل فابعدونا وطخوا علينا رصاص حجار. المستوطنين كلاب، هذول بالنسبه للكلاب الضاله اللي بحمايه الجيش، لو انهم بس الجيش يرفع ايده عنهم ويسلمهم كل السلاح ونزلهم حوار. شكرا لكم. يعني طيب سؤال، الاعتداءات يعني متواصله بحق اهالي بلده حوار؟ متواصله وكانه مسلسل وكانه فيلم، كل يوم عندنا حلقه جديده. اليوم ببلغونا انه الساعه 3 عندكم مسيره في حواره، فتجهزوا. طب احنا من الساعه 3 للساعه الناس قاعده بتشتري، بدها تفطر، شو في نواقص، شو في اصلا حواره فاتحه اعلاميا، اما عمليا هي مسكره. لانه تعال شوف الشارع بين وبين كل هذا شارع حواره، تعال العصر بتلاقي فيش 2 ماشيين في الشارع، بينما حواره لما بدك تمرق فيه هذا الشارع في رمضان بكيت انت سيارتك ما تدخلها، لانه يعني مشي وكان صعب على الجميع انهم يمشوا. استاذ نواف، اغلاقات متواصله، اعتداءات من قبل الجيش، من قبل المستوطنين، وضع بوابات الكترونيه على مداخل بعض مداخل بلده حواره، تفتيش مستمر، ما الذي يحاول الاحتلال من خلال هذه المحاوله، هذه السياسه؟ من السياسه اللي بتبعوها قاعدين، اول حاجه افراغ حواره مش بس من محل تجاري ومن سكانها. واثنين، هم هذول هاي الجيش بده يأمن طريق اصلا حواره. هي حاليا لما قال سموتريتش انه بدنا نمحي حواره، هو ما قالها عن غابة دير بالك، هي حواره قاعده حاليا الرابطه بين الون موري وبين سلمان الفارسي وبين برخا، حواره اللي فاصل بين هذول الثلاث مستوطنات. فهو لما قال احنا بدنا نمحو حواره، هو قالها عن دراسه وعن تفكير، وليس عبثيه وليس سقط سهوا.
لانه بدهم يربطوها هاي جغرافي بين الثلاث اربع مستوطنات اللي تحيط في حواره، حواره الوحيد اللي واقفيت لهم في الزور. يعني اخيرا استاذ نواف، رساله اهالي بلده حواره اليوم مع استمرار التضييق واستمرار المعاناه. لن نكث مكتوفين الايدي. بنقولها للداني، بنقولها للقريب وبنقولها للبعيد. مش راح نرفع الراية. هالموتة من الموتة، سواء بحجر سواء برصاصة، والكل ميت، نموت بشرف وبس. شكرا لك على هذه التفاصيل أستاذ نواف. إذا مشاهدينا الكرام، يعني الاعتداءات لا تزال تتواصل بحق أهالي بلدة حوارة منذ أربعة أيام، أي منذ يعني وقوع العملية وقبلها أو استمرار المعاناة منذ أشهر، وتحديدا بعد العملية التي قام بها الشهيد عبد الفتاح خروشة في بلدة حوارة، التي أدت لمقتل اثنين من المستوطنين. على إثرها بدأت التصعيدات العسكرية لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه هنا في بلدة حوارة. الاعتداءات لا تزال مستمرة لليوم الرابع على التوالي، اعتداءات متواصلة، وحجم الدمار والخراب الذي يلحقه الاحتلال في أهالي بلدة حوارة مستمر. تحدث مع أحد أيضا شهود العيان والصحفي في بلدة حوارة، الصحفي عبود ضميضي. بداية، كيف تبدو بلدة حوارة أو بدت بلدة حوارة منذ أربعة أيام وحتى هذا اليوم؟ بدت حوارة تشهد اعتداءات من قبل قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال من يوم السبت بعد العملية الثالثة التي نفذت على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة. تشهد بلدة حوارة إغلاقات، إغلاق للطرق الفرعية، إغلاق للطرق الرئيسية، محاولات استفزازية من جنود الاحتلال من قطعان المستوطنين على الشارع الرئيسي. بالأمس كان هناك هجوم شرس من قبل المستوطنين على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة. يعني من المعروف أنه الدنيا رمضان، الناس متواجدين على الشارع قبل الإفطار بساعة، الناس نازلة تشتري، أجواء رمضان. أجوا ثلاث سيارات مستوطنين على الشارع الرئيسي، استفزوا الشباب، صار هناك مناوشات بين الشباب والأهالي مع المستوطنين. قام المستوطنين برش غاز الفلفل بأوجه الشباب. أثناء اندلاع المواجهات قام مباشرة الجيش بقمع الشباب بإطلاق الرصاص الحي وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز وقنابل الصوت باتجاه الشبان. كل ذلك كان هجمات المستوطنين بأكثر من محور، من أكثر من منطقة، بحماية من الجيش. ايضا المستوطنين كانوا يطلقوا النار المستوطنين على المنازل ومن احراقات، وحاولوا احراق المنازل، لكن كانوا هالبلد امبارح تصدوا لهم بشكل منيح ممتاز، ما قصروا هالبلد. نتحدث عن ايضا احد الجيران هنا في بلده حواره، من اسطح المنزل كان يدافع عن بيته، جنود الاحتلال صعدوا الى سطح المنزل وتم الاعتداء عليه داخل منزله وامام عائلته. تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل جنود الاحتلال، وقاموا بضربه ومحاولة اعتقاله، لكن عشان كبير في العمر أفرج عن سبيله. كان هناك أيضا اعتقالات كبيرة من يعني هنا في هذه المنطقة، لا يقل عن 10 شبان تم اعتقالهم. في منطقة دوار وسط البلد تم اعتقال 10 شبان. اعتداءات متواصلة، يحاول الاحتلال دوما إفراغ بلدة حوارة من مضمونها، من أهاليها، من الساكنين فيها. ما الذي لمستموه من رسالة أهالي بلدة حوارة؟ هسا في البداية المستوطنين هم بيحاولوا أنهم والجيش يضايقوا أهالي بلدة حوارة، بدهم يطلعوا أهالي البلد منها، بدهم يشوفوا أنه أهل حوارة مش قادرين يصدوا لهم وأنهم بس يعني رسالة أهل حوارة أنهم هم لساتهم موجودين في أرضهم، موجودين، هم راح يظلهم يتصدوا ويقاموا عشان يظلهم موجودين في الدفاع عن بلدهم. شكرا لك أستاذ والصحفي عبود ضميضي على هذه التفاصيل. إذا مشاهدينا الكرام، اعتداءات كما تحدثنا متواصلة منذ ما يزيد عن شهر، وحتى يومنا هذا الاعتداءات تتواصل من قبل الاحتلال ومستوطنيه على أهالي بلدة حوارة. اعتداءات وحرق لعدد من المنشآت التجارية والسكنية وأيضا بعض المركبات منذ شهر، وحتى يومنا هذا الاعتداءات لا تزال تتزايد، والهدف من ذلك هو إنهاء الوجود الفلسطيني في بلدة حوارة. من داخل بلدة حوارة لوكالة جي ميديا، ليث جعار.
انا اشتغل كل ما انا شغل ما اشتغلتش. مش اقول عليك عمي ايش اطول منه ابو سليم؟ قول له لا